خلال اليومين اللي فاتوا أسعار الدولار شهدت انخفاض أمام الجنيه المصري، ووصل سعره في بعض البنوك ل 17.30 جنيه في مطابقات لوزير المالية مطالبات لوزير المالية ورئيس الجمارك مصلحة الجمارك بضرورة تخفيض الدولار الجمركي، وده اللي تم تحديد سعره في كتاب دوري منذ شهر ونصف ب 18.5 جنيه للدولار، وده علشان الناس تشعر بانخفاض الأسعار بعد تراجع الدولار.